مدينة داعش 25/1/2013 وداع الشهيد البطل الذي ارتقى إلى قائمة الشهداء مهند قاسم محمد برغوث أبو عبد الله. هذا البطل من رجالات الجيش الحر. هذا البطل الذي ضحى بنفسه، كان يخرج كل يوم إلى مدينة بصر الحرير ليمدها بالخبز والذخيرة ليجلي الجرحى والمصابين من مدينة بصر الحرير. هذا البطل لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. هناك هذا كله كله سكر، كله بحلو بتحلو.